القضية المرتبطة بالمؤسسات وبمؤسسات الدولة وبهيبة الدولة دي قضية أساسية مفترض أن الناس كلها تكون حريصة عليها، لأن في النهاية عندما تفتقد أو تفتقد المؤسسية تفتقد هيبة الدولة، تفتقد هيبة الدولة بالتالي بتبقى في فوضى، بتبقى في عشوائية، بتبقى في سلطة القاب، بتبقى في السلطة بتاعت استخدام القوة. هنا تنهار الدولة. عندما تنهار الدولة تنهار هيبة الدولة، إذن على الوطن السلام. الكلام ده الناس كان بيقولوا من فترات طويلة جدا جدا، وبحذروا من أنه ينزلق الحال بأنه الدولة تصل إلى مرحلة اللا دولة، مرحلة الفوضى، مرحلة القبيلة، مرحلة القبلية، مرحلة المجتمع اللي بياخد حقه بيده، انعدام لمؤسسات، انعدام لقوة أمنية. وشفنا المظاهر دي في كثير من الـ من الـ من الـ من المشاهد ومن الأشياء اللي بتغيب فيها سلطة الدولة وبتطغى فيها السلطة الأخرى المرتبطة بسلطة المواطنين أو أخذ الحق باليد أو بالقوة. شفنا ده كثير جدا جدا في الفترة الأخيرة. نشطت مجموعات كبيرة من المسميات بمسميات مختلفة، أصبحت يعني تهاجم مغارة الشرطة، تهاجم مغارات الرسمية، مغارات الدولة، تتهجم على الناس، تتهجم على المؤسسات باسم وأسماء ما عندها مكان في الخارطة الرسمية لمؤسسات الدولة. هنا يعني أبعدت الدولة، هنا أصبحت لا دولة، أصبح الموجود أنه أخذ القانون باليد، أخذ الحق باليد، تجاوز للقانون. مشاهد كثيرة حقيقة شاهدناها في فترات طويلة، شاهدنا كثير من المؤسسات تتعرض لهجوم، كثير من المؤسسات بيتم استغلالها من مجموعات. الآن أصبحت المسألة دي وكأنها جزء من عملية الاستهبال والاحتيال، في أنه أي مجموعة 10 أنفار 20 نفر يسموا نفسهم بأي أسماء ثم يتعدوا على مؤسسات. شاهدنا من قبل أحداث قريبة جدا جدا في عدد من المناطق، شاهدنا أحد الضباط الإداريين في منطقة المناغل قبل فترات بيستل سكين وبيدافع عن نفسه، بيحاول يتعدى على مجموعة من الشباب تعدد عليه داخل مغر الوحدة الإدارية باعتبارها هي يعني لجان مقاومة، وتم يعني انفعل الأمر وزادت حدة النقاش، كادت أن تؤدي إلى جريمة لكن لطف الله وعبرت. بالأمس شاهدنا مقطع لمجموعة من الشباب في منطقة سوبا شرق بيسهبوا للوحدة الإدارية، بيتلوا بيجمعوا الموظفين مواطنين يعني شباب أيا كان مسمياتهم شنو، بيمشوا وحدة إدارية حكومية بيجمعوا الموظفين وبيجمعوا الضابط الإداري المسؤول من الوحدة، بيقروا عليه بيان وبيطالبوه الآن بيقول له إنك تتخلي المغر الوحدة الإدارية لأن إحنا هنحتصن فيه وحنقعد فوقه، وبعد ذاك إذا حققت لنا مطالبنا سنمضي وإذا لم تحقق حنصعد أكثر. نشاهد هذا المقطع المؤسف جدا ثم نعود لنعلق عليه. السلام عليكم ورحمة الله. بعد التشاور بين التنسيقية لجان المقاومة وسكرتارية لجان التغيير والخدمات بالوحدة الإدارية حول خدمات بالوحدة وفعالية الوحدة الإدارية في تحقيق أهداف الثورة والتغيير الذي طلعت إليه جماهير شعبنا، قررنا الآتي: إخلاء الوحدة الإدارية من كل الموظفين في مدة أقصاها 48 ساعة ابتداء من اليوم الموافق الأحد 31/1/2021. 2. إعلان اعتصام مفتوح للسوار في الوحدة الإدارية، وفي حالة التلكؤ أو الاتفاق على المطالب أعلاه سيتم التصعيد الثوري الذي نراه مناسبا. تنسيقية لجان مقاومة سوبا شرق، سكرتارية لجان الخدمات والتغيير لسوبا شرق. الضابط الإداري موجود ومعه الموظفين حوله، بيطلع عليه قرارات اللي أصدرتها ما تسمى بلجان المقاومة أو لجان التغيير، ثم بيقول له من هسي أنت لم يعد لك مكان هنا تغادر، إذا ما غادر حيتم التعرض له والتعدي عليه، لا وجود لشرطة، لا وجود لقوات نظامية. ده المنظر يعني حقيقة المنظر مؤسف جدا، يعني منظر لا يسر، منظر والمنظر ده ما بس هو يعني منظر ده تكرر بشكل كبير جدا وفي حتات كثيرة جدا وبأشكال مختلفة، في غياب كامل لهيبة الدولة، في غياب كامل لمؤسسات الدولة، غياب كامل للشكل بتاع الحكومة اللي عندها هيبة. إنه مواطنين يعني 10 أنفار يمشوا يسموا نفسهم كيف ما يشاءوا، يمشوا يقتحموا مغر، يقتحموا مبنى وثم يهددوا ويوعدوا ويقيموا الذي يريدون يعني.